أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم عليكم بالعافية. زي ما تعودتوا دائما نعطيكم وصفات شهية وأطباق متنوعة. اليوم رح نحكي طبق أو وصفة بحبوها كل الكبار والصغار، اللي هي أم علي. يعني وصفة طبعا كل الناس بعرفوها. معانا الشيف محمد من كيتا للتموين، أهلا وسهلا شيف. أهلا بحضرتك يا دكتورة، في حالك اليوم؟ مرحب بك، الحمد لله. أهلا وسهلا. تخبرنا مكونات الأم علي. أم علي مكوناتها مش كتير وسهلة، أكلة سهلة، حلويات كل الناس بتحبها زي ما حضرتك قلتي، الكبار والصغار كمان، الكبار يحبها أكتر من الصغار. احنا الوصفة بتاعتها النهاردة فيها كرواسون، معنا جوز الهند، معنا الزبيب، معنا فستق حلبي وكريمة، كريمة خليت الدسم كمان، عندنا لبن ولبن خلي لبن مكثف خلي الدسم، ومعنا فانيلا خلطناها مع خلطنا شوية توتا مية مع شوية فانيلا عشان نضيفه مع اللبن. أيوة. إذا كمان مرة بنعيد المكونات، في عنا كرواسون اللي هو البلين سادة متقطع، ممكن نستعمل كمان البوف بيستري بيكون أخف، ممكن نضيف ممكن البوف بيستري بلين يعني بيكون أخف. في عنا تقريبا نص كوب جوز هند، وفي عنا نص كوب زبيب، وربع كوب تقريبا فستق حلبي، وكوب حليب مكثف ومحلى خالي الدسم، وكريمه نص كوب خاليه الدسم بالضبط مكثفه. الخطوات سهله خالص وبسيطه، بنولع الميه، بنحط اللبن بتاعنا على النار يغلي، وبنضيف الميه والفانيلا معاه في نفس التوقيت، واللبن بيغلي على النار، اللبن اللي هو الحليب، الحليب ايوه، بنخلط معلقتين او ثلاث معالق عفوا جوز الهند، بنحط شوية زبيب. انا ضفت زبيب للوصفة عشان انا مش حاطط سكر على اي شيء من الاشياء هنا، ما عدا هنا الحاجات اللي فيها سكر كلها بس هي الكريمه والحليب، يعتبر الزبيب والحليب كمان مش مسكر قوي يعني. طبعا كل ما خففنا سكر كل ما كان افضل باي يعني بالحلويات خصوصا برمضان. بالظبط بالظبط بالظبط. خلطنا الوصفه، خلطنا المكونات، كمان الحليب بتاعنا بدا يغلي، بنشرب الخليط بتاعنا من اللبن اللي احنا عاملينه، ايوه يعني احنا ما نحاولش نكتر من ام علي حتى لو كانت يعني منخفضه السعرات، بس كل ما اكلته باعتدال كل ما كان افضل. هي تقريبا بتعطينا 275 سعر حراري، تقريبا 47 جرام نشويات، 12 جرام دهون، و7 جرام بروتين. بنضيف كمان شوية لبن لأنه خليط لسه عاوز، بنحاول إن احنا نتأكد إن كل القطع الموجودة شربت وتغطت اللبن بشكل كامل. أيوة يعني هي سهلة، أنا كنت أتخيلها يعني عقدة أكتر من هيك. لا سهلة خالص أم علي. وبعد كده بنفرد الكريمة بتاعتنا، هاي الكريمة خالية الدسم، خالية الدسم خالية الدسم، وجود الزبيب كمان والمكسرات أضاف قيمة غذائية أكبر. الزبيب هو العنب المجفف، فيه ألياف، فيه معادن، فيه حديد، فيه فيتامينات مضاد للأكسدة. وجود كمان المكسرات هو الفستق الحلبي، هي الدهون المفيدة اللي بتساعد على خفض الكوليسترول الضار، بتعزز صحة القلب. بالظبط. فردنا كريمة زي ما حضرتك شايفة على كل
على كل كروسون فردنا الكريمة عليها. حطها في الفرن بس لمدة 5 دقايق على درجة حرارة 200. خصوصا لمرضى السكري والمرضى اللي بيعانوا من زيادة الوزن، بنصحكم انكم تعتبروا رمضان فرصة للصيام الصحي المظبوط، وحاولوا قد ما تقدروا تبتعدوا عن هاي الحلويات وعن السكر، واذا اكلتوا تاكلوا كميات بسيطة، يعني يدوب هيك معلقة او معلقتين بيكون افضل، وحتى يكون رمضان فرصة لكم انكم تتبعوا نمط حياة صحي جديد لبقية حياتكم. أو روح دائما للخيار الصحي أكتر، كل حلويات بس ما تكترش، وبخها بطريقة صحية تكون صحية أكتر، يعني حاول تبعد عن السكر، وإحنا عارفين السكر وأضراره، وعارفين اللي هم إن السكر والملح دول من أكتر الأشياء اللي بتأثر بالسلب على حياة الإنسان، فخصوصا ان كنت انت بتعاني من اي مرض، حاول على قد ما تقدر ان انت تقلل من السكريات على قد ما تقدر، وطبخ دايما بطريقه صحيه سواء في الحلويات سواء في الاكل العادي، وكل بطريقه صحيه. بعدين في عنا اللي هي في بدائل للسكر ممكن يستعملوها مرضى السكري، من افضلها اللي هي الستيفيا، هو بديل للسكر، ممكن يعملوا كله أم علي المهلبية كلها بالزبط. يعني أساس ما يحسوش حالهم محرومين كتير من الحلويات، يستغنوا عنها خالص، يقدر يعود السكر بالزبيب، يعوده بالتمر، كمان الزبيب ساحب تمر، كمان إضافة الفواكه، نضيف الفواكه للأكل بتاعنا فبدينا سكر طبيعي وكمان مفيد لجسمنا كمان، صح، على مستوى الصحة العامة ما نتأثرش بالسكر الأبيض، لأن السكر الأبيض خطر أكيد. خطر كبير على اي حد يعني، اكيد. فهلا جهز الطبق يا شيف. ده الطبق كنا عاملينه، دي أيوة. الشكل بتاعه معانا، وكمان نحط لها شويه جارنيشن حواليها لمحب الجارنيشن، جارنيشن صغير وبسيط، الفستق الحلبي، كل الناس بتحب الفستق الحلبي وانا من اكترهم، خصوصا مع ام علي بس خلص. والمهلبيه تعتبر جاهزه بشكل كبير، وشويه زبيب جوز مزين بجوز الهند كمان. بالظبط. حلويات سهله وبسيطه، ولو عندي ضيوف في اي وقت من الاوقات فعلا ما اخدتش وقت يعني، أنا بسرعه اعمل كميه كبيره كمان. ايوه ما تاخدش مني وقت، ومش متعبه بالنسبه لي، ومش مكلفه كمان بالنسبه لي، لان الامكانيات بتاعتها موجوده في كل بيت وموجوده في كل مكان، يعني الزبيب موجود، الفستق الحلبي موجود، الكروسون طبعا، صح، يعني الكروسون كمان لو عندي كروسون من الفطار عايز استخدمه كمان بيساعدني ان انا كميزانيا وكاقتصاديا مفيده جدا، وكمان سهلة جدا يعني. أكيد. جاهز الطبق بتاعنا، ورب يكون عجب حضراتكم الخطوات اللي احنا عملناها والطريقة اللي احنا قدمنا بيها، وإن شاء الله يكون في طرق تانية ونجرب حاجات تانية تكون مفيدة لكل الناس وتتماشى مع كل الحالات الصحية. بالهنا والشفاء، واستنونا في حلقات قادمة من برنامجكم عليكم. بالعافية.